مشروع سحر الطبيعة نيتشر ماجيك، اللي هو بيعمل على تصنيع منتجات عناية بالشعر والبشرة وكذلك منتجات تجميلية بخلاصة الفطر اللي هو المشروم المحار. العنصر الأساسي اللي في مشروعنا اللي هو تدخيل الفطر في التصنيع، لأنه هو بروتين نباتي والبروتين جدا مفيد وهام وضروري للبشرة وللشعر بالإضافة للجسم. آلية العمل بتبدأ من زراعة الفطر لعند حصاد الفطر لعند استخلاص الزيوت منه لعند إدخاله في الشامبو. عملية إنتاج أو تصنيع الشامبو بتستغرق 3 أيام، لأنه بتعرفوا إحنا عندنا المعدات بدائية مش تكنولوجية متطورة اللي هي توفر علينا وقت وجهد وبتوفر علينا تكلفة. أهم المنتجات اللي إحنا بنشتغل عليها أو بنصنعها اللي هي الشامبو والبلسم، سيرم الشعر، سيرم البشرة، كريمات للبشرة، كذلك الصابون خاص بالبشرة، مخمريات، بنعمل مورد طبيعي للبشرة، أساس طبيعي معواقي كذلك للبشرة.